الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. لافروف يدعو إلى انضمام أوسع لأطياف المعارضة لمحادثات جنيف، والعطية يعترض على تصنيف قوائم الإرهابيين قبل بدئها. تحضيرات لإخلاء مسلحي داعش والنصرة مع عائلاتهم من أحياء دمشق الجنوبية. العبادي يقول إن القوات العراقية ستتحرك لاستعادة الموصل بمجرد الانتهاء من تحرير رمادي. الجيش اليمني واللجان يتقدمون في الجو فيعلنون محاصرة ضباط سعوديين وإماراتيين. واحتفالات في العالم العربي والإسلامي بعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات السورية لا تخص الأمريكيين بل السوريين وحدهم. لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري خالد العطية في موسكو دعا إلى ضمان مشاركة الدائرة الأوسع من أعضاء المعارضة في المحادثات السورية المستقبلية. إن الخلاف الأساسي بين روسيا وقطر يتعلق بشرعية الرئيس السوري، إلا أن هناك تفاهما بشأن قدرة البلدين على المساهمة في تحريك المفاوضات. إنه من غير الواضح حتى الآن من سيمثل المعارضة في المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. نحن نرحب بتطور موقف العديد من شركائنا الذين لا يزالون يصرون على عدم شرعية نظام الأسد، وإن إمكانية مشاركة الأسد في الانتخابات السورية لا تخص الأمريكيين بل السوريين فقط. بدوره أبدى العطية اعتراضه على وضع قوائم للإرهابيين قبل بدء المحادثات السورية، وأكد أن قطر ضد التصنيف المطلق للجماعات. نحن نعلم أن سياسة روسيا هي ضد استخدام القوة من أجل إسقاط الحكومات، ولكن روسيا وعدت بأن تكافح الإرهاب في المنطقة عفوا، وفي تقديرنا أن بشار الأسد ونظامه الوحشي يعد أكبر داعم للإرهاب. أما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى من تصنيفات أو لائحة التصنيفات، نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذي من ورائه حملت هذه المجموعات السلاح. كشف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف كشف أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بسوريا فأن ذلك لن يؤدي إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية ضد تنظيم داعش فيها. بوغدانوف أوضح أن وقف إطلاق النار يعني إنهاء الصراع الداخلي ولا يعني على الإطلاق وقف المعركة ضد داعش وغيره من الجماعات الإرهابية. مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد الأهيان دعا المجتمع الدولي إلى التعاطي بواقعية في مواجهة الإرهاب والمسار السياسي في سوريا. وخلال اتصال هاتفي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دي مستورا، رأى عبد الأهيان أن تحديد جدول بالمجموعات الإرهابية من دون تمييز بين إرهاب جيد وآخر سيء ومن خلال لجنة فرعية متشكلة في اجتماع نيويورك هي مسألة ضرورية. دخلت آليات بمواكبة عسكرية للجيش السوري إلى منطقة حي القدم بريف دمشق لتسلم السلاح المتوسط والثقيل من المسلحين على أن يتم بعدها نقل عدد منهم إلى بئر القصبة بريف دمشق ومناطق أخرى وفق ما نقل مراسلنا. والمسلحون المزمع خروجهم ينتمي غالبيتهم إلى داعش وجبهة النصرة ولواء الغرباء، وقد وصل العدد الكلي من المسلحين وعوائلهم الذين سيخرجون من منطقة الحجر الأسود والقدم والعسالي وبعض أحياء اليرموك إلى أكثر من 3500. وللمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد الخضر. محمد، يعني المراحل التي تم التوصل إليها حتى ساعة لخروج المسلحين من أرياف أو أحياء ريف دمشق، تفضل.
في الواقع الترتيبات تستكمل من أجل إخراج هؤلاء، العدد بالتحديد 3567، حوالي 2000 مسلح، هم معظمهم من تنظيم داعش ولواء الغرباء وجبهة النصرة المتواجدين في منطقة الحجر الأسود وبعض الأحياء من مخيم اليرموك. من المعروف أن مسلحي داعش الذين سيطروا على الأجزاء الأكبر من مخيم اليرموك قبل حوالي 8 أشهر يشكلون القوة الضاربة للمسلحين في تلك المنطقة. طبعا هناك نوع من السرية يحيط كل هذه الإجراءات والتحضيرات لإتمام نجاح هذا الموضوع بشكله الكامل، لكن الواضح أن هذه الأمور يعني هو هذه التحضيرات اللوجستية تسير بشكل كامل، وعلى ما يبدو ربما خلال الساعات القادمة أو في غضون يوم غد السبت تكون قد أنجزت هذه العملية كما يعني تأمل الجهات القائمة عليها وخصوصا الأمم المتحدة التي تشرف على هذه العملية برمتها. طيب دمشق العاصمة وأيضا مخيم اليرموك كيف سيتأثران بهذا الخروج المسلحين من تلك المناطق محمد؟ يتأثران إيجابيا بشكل كبير جدا. اليرموك يشكل يعني هو المدخل أو جزء من المدخل الجنوبي للعاصمة السورية، يعني كان أو حتى هذه اللحظة يتواجد المسلحون فيه. الآن مع إخراج هؤلاء المسلحين من هذه المنطقة وأكثر من منطقة الحجر الأسود التي تشكل قاعدة أساسية أو مرتكز أساسي لمسلحي داعش، يعني تعطي مناخ أكبر من الطمأنينة والأمان لدمشق. المناطق الأخرى المجاورة يعني بيت سحم، يلدة، ببيلة كانت قد دخلت في مصالحات مع الجيش السوري، هي مناطق آمنة، مناطق هادئة تماما. وأيضا هناك عمليات للجيش تستمر في القاطع الآخر في منطقة درية مثلا، هذا كله يسمى القاطع الجنوبي من العاصمة دمشق. كل ذلك يعني أن الدولة تزيد من مساحات الأمان حول العاصمة، كل ذلك سوف يخفف من الضغط على هذه العاصمة، والأهم ربما هو إعادة المدنيين هم بمئات الآلاف لهذه المناطق، للحجر الأسود ولمخيم اليرموك ولبلدة سبينة ولمنطقة حجيرة. كل هذه المناطق ترتبط ببعضها، مع خروج هؤلاء المسلحين سوف تنعكس إيجابا بالتأكيد وربما بترتيبات سوف يجري العمل عليها لاحقا بعد أتمام هذه المرحلة. إذن محمد الخضر مراسلنا من دمشق بالتأكيد سنعود إليك لمعرفة المزيد، شكرا لك. وفي غوطة دمشق الغربية بدأ الجيش السوري عملية واسعة، واستطاع اختراق خطي الدفاع الأول والثاني للمسلحين تمهيدا لإحكام الطوق على 2000 مسلح في دارية. ديما نصيف. القصف على الخط الأخير للمجموعات المسلحة بين درية والمعظمية في غوطة دمشق الغربية. هل الرمايات صارت باتجاه ما بين درية والمعظمية باتجاه الجمعيات؟ الرتل الذي يتقدم جاء يتسلم مواقع اقتحمتها الفرقة الرابعة للجيش السوري قبل ساعات، وتقدمت لفصل معظمية الشام ومنع تدفق الإمدادات منها إلى 2000 مسلح في درية يستفيدون من هدنة المعظمية لتحويلها إلى قاعدة إمداد واستشفاء لهم. قطعنا خط الإمداد هون باتجاه الساتر لهون، بس باقي باتجاه درية هون شغل 800 متر، بس ناريا كله يعني المسلحين يعني قاضيين عليهم يعني. الميادين في الطريق إلى الساتر الذي لا يزال هدف الجيش الأول لإغلاق الثغرة الأخيرة وأحكام التوقع على مسلحي دارية للمرة الأولى منذ 3 أعوام. المعركة دارت في قلب التحصينات والخنادق وشبكة أنفاق تصل إلى عمق 20 مترا. هذه الأنفاق حفرها المسلحون قبل 3 أعوام بطول 1 كيلومتر تقريبا بين منطقتي درية والمعظمية، وكانوا يستخدمونها لاستهداف مواقع الجيش في هاتين البلدتين. العملية العسكرية التي بدأها الجيش بدأت قبل 3 أيام، ويوم أمس دخلها، وحيث أقف هنا كانت لا تزال المجموعات المسلحة تتحصن حتى ساعات قليلة قبل أن تضطر للانسحاب تحت ضغط نيران الجيش السوري. أحمد الذي التحق في سنه 18 بالجيش يقاتل منذ 3 أعوام دون توقف. أول ما فتنا عليهم شبكة أنفاق يعني صارت مثل متاهة، تمت السيطرة والحمد لله من دون خسائر. شبكة أنفاق يعني على تقريبا 8 مزارع، 10 مزارع، كلها أنفاق بتفوت على بعضها. المسلحون بوغتوا في موجة الهجوم الأولى للجيش، التحصينات والخنادق سقطت بسرعة، الطيران والمدفعية عملا بكثافة لاقتحام خط الدفاع الأول للمسلحين. تم قطع أكثر من 4 خطوط إمداد كانت تستخدمها المسلحين بشكل قوي، وهي العصب الحيوي التي كانت تمد الإرهابيين بالأسلحة والذخيرة. خط دفاع المسلحين حول دارية بات بيد الجيش أو تحت نيرانه. الأرتال تتقدم آمنة من رصاص القنص في مكان خنادقهم.
القصف الجوي يواصل تدمير الدفاعات الأخيرة للمسلحين حول داريا تمهيدا لموجة الهجوم الجديدة. من داريا في ريف دمشق الغربي، ديما نصيف، الميادين. تتقدم قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا في هجوم يستهدف تحرير ريف الجنوبي لعين العرب من تنظيم داعش. التفاصيل في التقرير التالي. حملة تحرير الريف الجنوبي لعين العرب من تنظيم داعش مستمرة. قوات سوريا الديمقراطية تقود هذه الحملة وتحقق تقدما في المنطقة التي أعلنت نيتها تحريرها بالكامل من عناصر داعش وإعادة الأمن والاستقرار إليها. بعد سيطرتها على قرية الصهاريج جنوب صرين قرب الضفة الشرقية لنهر الفرات، تتابع هذه القوات التقدم بعمق 8 كيلومترات في ريف عين العرب الجنوبي وتقترب من سد تشرين على نهر الفرات. تقدم قوات سوريا الديمقراطية واكبته غارات لطائرات التحالف الأمريكي على مواقع التنظيم قرب نقاط الاشتباك. دعم التحالف الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية هذا ليس الأول من نوعه، فعقب إعلان تشكيل القوات ألقت طائرات أمريكية ذخائر وعتادا حربيا لتعزيز نجاحات هذه القوات في قتال داعش وطرده من الأراضي السورية. تجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تتألف من وحدات حماية الشعب، جيش الثوار، وحدات حماية المرأة، لواء التحرير، كتائب شمس الشمال، المجلس العسكري السرياني، تجمع ألوية الجزيرة، وتجمع كتائب فرات جرابلس. منذ تشكيل هذه القوات أعلنت أن هدفها محاربة تنظيم داعش، وهو ما تلتقي فيه مع الجيش السوري الذي لم يشتبك مع هذه القوات أو يتصادم معها، على الرغم من غياب اتفاق معلن بين الطرفين. اللافت أن قوات سوريا الديمقراطية غيبت عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، لكنها كانت جزءا أساسيا في مؤتمر سوريا الديمقراطية الذي عقد في مدينة الملكية في محافظة الحسكة، والذي شارك فيه ممثلون عن تيارات سورية معارضة وعن أحزاب وقوى أخرى. الجيش السوري أرسل المزيد من التعزيزات العسكرية من الحسكة إلى مدينة دير الزور، حيث تدور معارك عنيفة مع مسلحي داعش. فاطمة روماني. الحصار الخانق الذي فرضه تنظيم داعش على الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور منذ أكثر من عام أغلق خلاله المنافذ البرية كافة الواصلة إلى قلب المدينة وقطع سبل الحياة عنها بشكل شبه كامل. الحصار يستتبع باستماتة التنظيم منذ 3 سنوات للتقدم في محيط المطار دون أن يحقق ذلك بفعل صمود حاميته من الجيش السوري. الجيش السوري بدأ في الأيام الأخيرة حشد قواته بهدف توسيع نطاق الأمان في محيط المدينة والمطار الذي يعتبر الشريان الوحيد المستمر للإبقاء على الحياة في المدينة عبر نقل مستلزمات المدينة جوا. سنتابع بعد أيام قليلة بإذن الله عملياتنا النوعية في منطقة دير الزور بالكامل، وسنقضي على الإرهاب بإذن الله قريبا جدا. القيادة العسكرية للجيش في المنطقة الشرقية استدعت المزيد من التعزيزات العسكرية الإضافية من الحسكة، وبحسب مصادر عسكرية فإن القرار هو الانتقال من حال الدفاع إلى حال الهجوم. كدفاع وطني احنا مثلنا مثل الجيش، معاه خندق واحد، ايد واحدة، نصبر احنا على الجوع، نصبر على التعب، بس ما نصبر على المذلة ولا نعيش. احنا خلقنا شعب كرامة يعني. عسكريا ضغط العمليات التي يقوم بها الجيش السوري ادى الى حالة تضعضع لدى داعش، انعكست خلافات كبيرة في صفوفه في ريفي دير الزور والحسكة التي تشهد تقدما لقوات سوريا الديمقراطية نحو ثاني معاقل التنظيم في الشداد بريف الحسكة الجنوبي. وتعتبر دير الزور جبهة قتال مفتوحة مع تنظيم داعش، وتشهد اشتباكات شبه يومية في محيط الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش ومحيط مطار دير الزور العسكري. آخر الهجمات هذا الأسبوع استهدفت نقاط الجيش في محيط معمل السيراميك في الجهة الشمالية الشرقية للمطار وحي الصناعة، كما أبطلت وحدات الهندسة في الجيش السوري في الأيام الأخيرة مفعول 3 سيارات مفخخة أرسلها داعش إلى الأحياء التي تشهد الاشتباكات. قال
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القوات المسلحة العراقية ستتحرك لاستعادة مدينة الموصل الرئيسية في شمال البلاد من قبضة داعش بمجرد أن تنتهي من السيطرة على مدينة رمادي. العبادي أضاف أن استعادة رمادي ستعطي دفعة معنوية كبيرة للجيش في تقدمه صوب الموصل، مشددا على أن تحرير الموصل سيتم بتعاون ووحدة جميع العراقيين. مراسلنا أفاد بأن داعش يحتجز العشرات من العوائل في مقار حكومية في الرمادي. ضابط في الجيش العراقي قال أن القوات العراقية باتت على بعد نحو 500 متر من المجمع الحكومي في مدينة الرمادي حيث يتحصن عناصر داعش. من جهته أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أن القوات العراقية تتقدم بحذر شديد في القسم الجنوبي من المدينة، كما لفت إلى وجود عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون. ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، آخر التطورات فيما خص عملية تحرير الرمادي، أيضا ماذا عن تصريحات العبادي من الاستعداد لتحرير الموصل بعد استعادة رمادي؟ نعم دينا، بالنسبة لحديث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فهو يذكر بأن العمليات، ربما في إشارة منه إلى أن العمليات على الأرض هي بالفعل تكون بشكل أفقي وعمودي. الشكل العمودي هو العمليات التي تجري في شمال صلاح الدين والمعالجات الأمنية في مرتفعات مكحول وامتداداتها إلى تلال حمرين وكذلك منطقة الفتحة وما تعيشه من معالجات أمنية، والأفقي هو التحرك في منطقة الجزيرة وخط اللين والحدود الجغرافية بين محافظتي صلاح الدين والأنبار وكذلك ما تعيشه عاصمة الأنبار الرمادي من عمليات لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش. بالنسبة للوضع على الأرض بحسب المعلومات فإن القوات الأمنية العراقية تحاول التعامل بدقة ميدانية وعسكرية في تنفيذ القصف على تواجد مسلحي داعش داخل المدينة. مصادر أمريكية تتحدث عن انخفاض عديد المسلحي من داعش في داخل المدينة إلى 150، وكذلك أغلبية هؤلاء بحسب التقديرات هم ليسوا من العراقيين أو ما يعرفون بأدبيات داعش بأنهم من المهاجرين. لذلك تلجأ القوات الأمنية العراقية إلى التعامل بأسلوب حذر مع تواجد هؤلاء، خصوصا أن أغلبهم يعتقد أنهم انتحاريون، وبالتالي التقدم يكون بجوانب عدة وباتجاهات عدة، منها العسكري لتحرير المدينة والأمني لرفع المخلفات والمفخخات والمعرقلات المتفجرة، وكذلك الجانب الإنساني لجهة المدنيين الذين يتواجدون كما متوقع على الاستخبارات العراقية في مستشفى الرمادي العام أو في أحياء وإعدادية الصناعة في منطقة الثيلة أو في المعهد التقني في منطقة الجمعيات إلى الشرق من الرمادي مركز محافظة الأنبار. طيب عبد الله، أيضا هناك حديث عن قصف الطائرات أو القوات التركية لرتل لداعش داخل الأراضي العراقية، هل تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع؟ نعم دينا، بحسب المعلومات التي وردت للميادين فإن الدفاعية التركية وكذلك راجمات الصواريخ والتي كانت كقوة إسناد لدى القوات التركية الموجودة في سليكان في شمال شرق الموصل مركز محافظة صلاح الدين عند حدود بعشيقة استهدفت تحركا لأرتال يتوقع أنها لتنظيم داعش عند أطراف بعشيقة وبحزاني أيضا إلى الشرق من الموصل مركز المحافظة. وكانت هذه العملية هي عملية استباقية بحسب المصادر، على اعتبار أن القوات التي كانت موجودة استهدفت التحرك ظنا منها أن هناك استهدافا لمواقعها كما حصل في المرة السابقة. إذن عبد الله بدران مراسلنا من العراق، شكرا لك. دعا ممثل المرجعية الدينية في العراق السيد أحمد الصافي، دعا إلى الإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين في العراق. وخلال خطبة الجمعة في كربلاء دعا السيد الصافي القوات العراقية التي تحارب داعش إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة لإبعاد الأذى عن أهالي الرمادي. وفي الشأن العراقي أيضا، طالبت جامعة الدول العربية تركيا بسحب قواتها من العراق بدون قيد أو شرط في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري حذر من أن سيادة العراق خط أحمر. أن يتخذ مجلس الجامعة العربية موقفا يرقى إلى مستوى حجم الانتهاك. العرب يتفقون هذه المرة وبالإجماع، يدين وزراء خارجيتهم توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، معتبرين هذا الأمر اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي. يقرر الإعراب عن إدانته للحكومة التركية
لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي. 2، مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الأراضي العراقية. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رحب بالإجماع العربي وأكد أن بلاده لم تطلب من أي دولة عربية جنديا واحدا بل مساعدات مالية فقط نظرا للظروف التي يمر بها العراق. اليوم حققنا إنجازا رائعا هو أننا نقف أمام وحدة الموقف العربي، وحدة القرار العربي، وحدة الشعور العربي الذي استقطبته عملية انتهاك السيادة العراقية، وهذا في تقديري إنجاز كبير وكبير جدا. ما خرج به وزراء الخارجية العرب لصالح العراق أرجعه المراقبون إلى الدبلوماسية الحكيمة التي تبنتها بغداد في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى خروج بيان يطالب أنقرة بسحب قواتها فورا من الموصل العراقية وبعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع. تركيا كانت تترقب اليوم، هنالك دول تتحفظ، هنالك دول ترفض، هنالك دول يعني تقف إلى جانبها، لكن شفنا اليوم أنه إجماع عربي، إجماع عربي بحق يعني وليس بباطل، يعني العراق بحاجة إلى دعم، لأنه لو العراق ضرب أو دخل يعني أو ضرب قوات تركية بالتأكيد راح يصير له إدانة حتى من الدول العربية، لكن العراق ما استخدم القوة العسكرية، عنده قابلية، لديه قابلية، عنده قوة جوية، لكن لم يستخدم هذه الورقة، استخدم الحل الدبلوماسي، والدبلوماسي اليوم كان يعني مثالي جدا جدا. المجلس طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتبليغ قراره بهذا الشأن رسميا لرئيس مجلس الأمن، كما طلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز للقوات التركية. الإجماع العربي على دعم العراق سياسيا ضد التدخل التركي في الموصل خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة ورقة ضغط إضافية على أنقرة إزاء ما ترتكبه من تدخل في سياسات وأراضي دول الجوار. محمد العارف، القاهرة، الميادين. إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش واللجان سيطروا على الجبل الأسود في محافظة الجوف شرق البلاد ويحاصرون مئات العسكريين بينهم ضباط سعوديون وإماراتيون. الإعلام الحربي في الجيش اليمني وزع مشاهد لعملية اقتحام الجيش واللجان مدينة الخوبة الشمالية ومجمع الدفاع السعودي العسكري في جيزان منذ بضعة أيام، كما تمكن الجيش واللجان من تفكيك عشرات الألغام التي زرعها الجيش السعودي على مقربة من مواقع المهدف في منطقة جيزان. ومن العاصمة اليمنية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن. أحمد، لو أطلعتنا على آخر التطورات الميدانية، تفضل. نعم دينا، سأبدأ من الجوف حيث اندلعت معارك عنيفة في منطقة سبة بعد هجوم شنته قوات هادي والتحالف السعودي على موقع الريحانة العسكري في هذه المنطقة. الجيش واللجان الشعبية تصدى أيضا لهجوم مباغت في منطقة العقبة التي شهدت معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة. هناك أيضا هجوم للجيش واللجان الشعبية شنته قوات الجيش واللجان على موقع الحجر في منطقة مجزر، هذه المنطقة الممتدة والواقعة بين مأرب والجوف. المعلومات أيضا تفيد بإحراز الجيش واللجان تقدم في بعض المواقع هناك في مجزر، في حين شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة من الغارات استهدفت منطقة الغيل وتمركزات الجيش واللجان هناك. هذه التطورات طبعا دينا ترافقت مع استكمال الجيش واللجان السيطرة على الجبل الأسود في معارك عنيفة، قتل وجرح العشرات فيها. المعلومات أيضا والمعلومات الأخيرة وهي معلومات مؤكدة من مصادر رفيعة في وزارة الدفاع اليمنية تتحدث عن أسر عدد من قوات هادي والتحالف السعودي بينهم جنود سعوديون وإماراتيون، إضافة إلى تطويق أو محاصرة عشرات من الجنود بينهم أيضا سعوديون وإماراتيون في منطقة الحزم وفي بعض المناطق الجبل الأسود. أيضا الجيش واللجان شنوا هجوم كبير صباح هذا اليوم على تمركزات وقوات هادي والتحالف السعودي في جبل صلب الممتد أيضا بين مأرب والجوف، والمعارك لا زالت دائرة هناك. في تعز بشكل سريع دينا، المعلومات المحلية ومصادر محلية تحدثت عن تقدم
أحرزه الجيش واللجان في حي الجحملية، ولكن المواجهة تتواصل في ثعبات وصالة وتمتد إلى الأحياء الغربية في المدينة كالمرور والحسب، أيضا في جبهة أو في جبهة ذباب على ساحل البحر الأحمر. المعلومات الأخيرة وهي معلومات عسكرية قالت إن الجيش واللجان استعادوا 4 تلال مهمة واقعة جنوب غرب العمري، وتم تأمين هذه التلال بالكامل مع استمرار المواجهات هناك وإن بشكل متقطع. إذن أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا لك. أهلا بكم من جديد. انطلقت تظاهرات في العديد أو تظاهرات في العديد من مدن الضفة الغربية بمناسبة الجمعة 14 للانتفاضة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المتظاهرين قرب سجن عوفر غرب رام الله. وفي قطاع غزة اندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق البريج وسط القطاع. ومن غزة ينضم إلينا مراسلنا أحمد شلدان. أحمد، آخر التطورات، تفضل. نعم، قبل حوالي نصف ساعة من الآن اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال المتمركزة في مناطق التماس على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. أبرز هذه المواجهات بدأت بعد تجمع الشبان في منطقة شرق البريج بالتحديد عند بوابة المدرسة، وكذلك منطقة شرق مدينة خان يونس، حيث قام الشبان بمحاولة الاحتكاك مع جنود الاحتلال بقذف الحجارة عليهم. الاحتلال تصدى لهم كالعادة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز. حتى الآن وردتنا معلومات عن إصابة 3 مواطنين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك اثنين أحدهما أصيب قبل قليل في منطقة البريج وسط القطاع. وهناك معلومات عن تجدد المواجهات في جميع مناطق التماس في قطاع غزة، ولكن المواجهات تبقى حتى الآن يعني في بدايتها وما زالت غير لم تصل إلى الذروة بعد، وفي العادة تصل بعد ساعة أو ساعة ونصف من الآن إلى ذروتها عندما يتجمع أكبر عدد من الشبان في مناطق التماس على الحدود مع قطاع غزة، مع العلم أن هذه الجمعة الأخيرة من الشهر الثالث من عمر الانتفاضة الفلسطينية. نعم. التي انطلقت في الأول من أكتوبر وشهدت في كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة وبالتحديد عصر يوم الجمعة تجمع لمئات الشبان في مناطق الحدود ومحاولة الاحتكاك والتماس بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. إذن أحمد شلدان، سنكون معك فور ورود أي جديد، شكرا لك. أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها وشجبها خطاب الكراهية والتحريض الذي تضمنه عرس المستوطنين الذين احتفلوا بإحراق عائلة الدوابشة في فلسطين المحتلة. من الواضح أننا صدمنا بهذا النوع من خطاب العنف ومن لغة الحض على الكراهية التي يدينها الأمين العام للأمم المتحدة مهما كان مصدرها. لاحظنا أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى إدانة الفيديو. نحن نعلم أن السلطات الإسرائيلية تواصل تحقيقاتها، والمنسق الخاص السيد ملادينوف أصدر عددا من البيانات بهذا الشأن. استنفار عسكري وأمني إسرائيلي عند الحدود الشمالية ومحاولات تكهن لمعرفة طبيعة رد حزب الله على عملية اغتيال عميد الأسرى المحررين سمير القطار. زهرة أديران. تقف إسرائيل على قدم ونصف منذ عملية اغتيال عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار، حالة تأهب قصوى في صفوف جيشها، استعداد عسكري وأمني عند الحدود الشمالية، جلسات تقدير وضع بشكل متواصل تعقدها هيئة الأركان العامة، وعمل على تقدير الشكل الذي ينوي به حزب الله إخراج تهديده إلى حيز التنفيذ. رد حزب الله آت لا محال، تجمع إسرائيل بقادتها ومحلليها ووسائل إعلامها على ذلك. المعلق العسكري لصحيفة هآرتس توقع أن يكون الرد قاسيا وموجعا وأن يقود إلى حرب، وختم قائلا: عندما يهدد نصر الله بالرد فالأجدر بنا تصديقه.
على عكسه يرى المعلق الأمني في معارف يوسي ميلمان أن الانجرار إلى حرب واشتعال الجبهة لا يبدو واردا، ويتوقع أن يقتصر الرد على عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج أو عمليات من سوريا نحو هضبة الجولان المحتلة. صحيفة يديعة أحرنوت قالت إن الحزب سيغير معادلة الرد وسيختار صيدا ثمينا من خلال نصب كمين لدوريات إسرائيلية إما في الجولان المحتل أو في فلسطين المحتلة أو من داخل مزارع شبعة ليكون الرد مؤلما وموجعا. فيما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أنه من الصعب جدا لا بل من المستحيل تقديم توقع دقيق لخطوات حزب الله. تحت الرماد جمر قابع بين العدوين، تدرك تل أبيب جيدا أن اللعب بنار حزب الله تكوي وهي اختبرتها في حرب تموز عام 2006. صحيح أن إسرائيل لم تتبنى العملية رسميا إلا أنها تركت بصماتها في جرمانة وهي على يقين أن حزب الله خبير برفعها. قالت صحيفة لينتا الإيطالية أن نحو 5000 جندي إيطالي سيتوجهون إلى ليبيا لتأمين المواقع السيادية في العاصمة طرابلس، يتزامن ذلك مع احتفال الليبيين بعيد استقلالهم 64 واستعداد حكومة الوحدة لدخول طرابلس. فكيف سيكون المشهد؟ تفاصيل مع دلول حديدان. في عيد استقلالها 64 ليبيا قد تشهد عودة جديدة لبزة مستعمرها التاريخي. 5000 جندي إيطالي من القوات الخاصة يستعدون لدخول العاصمة طرابلس. تأليف حكومة الوحدة يحتاج إلى مؤسسات تعمل من خلالها في العاصمة طرابلس. من أجل ذلك مهمة هذه الفرقة العسكرية تأمين المواقع السيادية والحساسة هناك، تقول صحيفة يونيتا الإيطالية. لا تعتبره إيطاليا احتلالا ولا تدخلا عسكريا وفق مسؤول عسكري، بل هو دعم للحكومة الجديدة حتى يشتد عودها وللحؤول دون وقوع أي أعمال تهدد أمن وسلام الليبيين. عدا ذلك سيكتفي الجنود الإيطاليون بتقديم الدعم اللوجستي من دون حديث عن موعد لمغادرتهم ليبيا. تطور يأتي بعد أيام من مغادرة قوات خاصة أمريكية قاعدة الوطي القريبة من العاصمة طرابلس على يد كتيبة أبو بكر الصديق. تبعه نشر صحيفة لوفيجارو تقريرا يثبت نيات قيادة الأركان الفرنسية شن تدخل عسكري في ليبيا. في خضم ذلك تعي الحكومة الجديدة ورئيسها فايز السراج أن الأمن هو التحدي الأصعب الذي سيبارزه مع بداية المهمة وحتى قسط كبير من عمرها. إن أول هذه التحديات سيكون الملف الأمني وفوضى انتشار السلاح الذي يتعارض مع مفهوم احتكار الدولة لاستخدام القوة. إن احتكار الدولة لاستخدام القوة هو ما يحقق فرض سيادتها على كامل التراب الوطني ويمكنها من بسط الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. تلك مدينة أفلاطونية بعيدة عن ليبيا اليوم، وإن اصطفت جل الدول الغربية مبدية استعدادها الكامل لمساعدة السراج على الوصول إليها، فبريطانيا على لسان سفيرها في طرابلس دعت إلى التعامل الحصري مع حكومة الوفاق، وإيطاليا ذكرت أنها ستساعد ليبيا على محاربة تنظيم داعش إن طلبت هذه الحكومة ذلك. لكن المناخ السائد داخل ليبيا قد يعصف بكل هذه المشاريع، ففضلا عن رفض العديد من الميليشيات دخول هذه الحكومة إلى طرابلس تحديدا، يرفض أفرقاء الأمس رئيس البرلمانين في طرابلس وطبرق اتفاق صخيرات، ولا يعترفان لا بالسراج ولا بالأمال التي يحملها في ثنايا ملفاته. تتواصل الاحتفالات في العالم العربي والإسلامي بالمولد النبوي الشريف، المسلمون في العديد من الدول أحيوا هذه المناسبة بطرق مختلفة، لكنهم أجمعوا على ضرورة الوحدة ونبذ التفرقة، معربين عن أملهم أن يكون مولد الرسول الأكرم مناسبة للتسامح وأن يعم الأمن ديار المسلمين. ترأس البطريرك فؤاد طوال قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد في بيت لحم وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. مئات الفلسطينيين حضروا القداس الذي شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد ألقى نائب البطريرك كلمة غبطته بسبب وعكة صحية أشار فيها إلى أن التدين أصبح سببا للقتل بسم الله عوضا عن كونه حافزا للرحمة والأخوة. الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد توالت في غالبية دول العالم، الفرح بولادة السيد المسيح عم شوارع بغداد ودمشق وحلب وعواصم عديدة. ملك خالد.
كل عام عندما تدق الساعة الأولى من يوم 25 من كانون الأول ديسمبر يشعر العالم بالاحتفال بعيد ميلاد عيسى المسيح نبي المحبة ورسول السلام في الأرض. على اسمه تقام القداديس ويرتل المؤمنون صلواتهم، واحتفاء بحياته يضيء سكان الأرض أشجارا تعلق عليها الزينة وأطيب الأماني بعالم أفضل. وبرغم الحروب والموت احتفل مسيحيو العراق وسوريا بالميلاد، ملأوا الشوارع والكنائس وملأوا قلوبهم الأمل أن يختلف العيد هذا العام عن الأعوام القاسية التي مضت عليهم وعلى بلادهم. أمنياتنا يعني أمنيات كل الشعب العراقي يعم السلام والأمان ببلدنا وترجع أراضينا المنهوبة ويرجعون الناس المشردة لبيوتها. إن شاء الله عن قريب راح تنتهي الحرب اللي شنت علينا وراح نبلش معركة جديدة هي معركة البناء، إعادة البناء ما بس الحجر ولكن قبل إعادة بناء البشر. احتفل بعيد ميلاد المسيح ينعاد على الجميع بالخير يا رب ويعم السلام على سوريا، خلي هالولاد ينبسطوا شوي يرجع الفرح لقلوبهم. وفي الفاتيكان توافد آلاف المؤمنين بالسيد المسيح إلى كنيسة القديس بطرس للمشاركة في قداس الميلاد والاستماع إلى عظة البابا. وفيما العالم يحتفي بالمسيح في ليل كانون البارد، كان الأستراليون يحيون طقوس الميلاد المناسبة لطقس بلادهم. ارتادوا الشواطئ بالمئات واحتفلوا هناك بالمناسبة المبهجة بكل تفاصيلها. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل عبد الله ظاهر. عبد الله مساء الخير. مساء الخير دينا. تفضل. شكرا. أهلا بكم، نبدأ أخبارنا من المغرب حيث كشف وزير السياحة لحسن حداد أن الاستثمارات السياحية بلغت مع نهاية العام الحالي نحو 12 مليارا و500 مليون دولار، مبينا أن 70% من هذه الاستثمارات أوجدت مشاريع جديدة أو فرص عمل. وأشار حداد بالجهود التي تبذلها الشركة المغربية للهندسة السياحية الهادفة للوصول لرؤية مشتركة للقطاع السياحي من خلال تجسيد رؤية عام 2020 وإطلاق صندوق للاستثمار بمبلغ 200 مليون دولار بهدف تطوير القطاع. نبقى في المغرب حيث أعلن رئيس البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري خفض توقعات النمو إلى 2.1% خلال العام المقبل نتيجة توقعات بتباطؤ الناتج غير الزراعي إلى 2.7%. الجواهري اعتبر أن نسب التضخم في بلاده ستستقر عند نسبة 1.6% خلال العام الحالي على أن تنخفض عام 2016 إلى 1.2% نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وتحرير السوق المغربي للمنتجات البترولية. كشفت مصادر نيابية في إقليم كردستان العراق أن كميات النفط المصدرة من الإقليم إلى ميناء جهان التركي خلال هذا العام بلغت نحو 186 مليون برميل النفط بمعدل 527 ألف برميل كل يوم، فيما بلغت كمية النفط الذي تم تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية الرسمية سومو نحو 58 مليون برميل بمعدل 159 ألف برميل كل يوم. وأعلن الإقليم خلال الصيف الماضي إيقاف تسليم النفط إلى شركة سومو وتصديره مباشرة إلى تركيا عبر ميناء جيهان بعدما ادعى أن الحكومة المركزية في بغداد لم توفي بتعهداتها المالية. دوما في العراق الذي يسعى إلى تنويع منافذ تصدير النفط، ولهذا باشر بتحركات لإحياء خط التصدير النفطي العراقي السعودي بحسب ما كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية. وكشف المصدر عن تحرك شركة المشاريع النفطية لإحياء الأنبوب العراقي السعودي الواصل إلى ميناء ينبع الذي أنشئ بأموال عراقية في القرن الماضي بطاقة 5 ملايين برميل كل يوم، مبينا أن الجانب السعودي أعلن استجابته للتفاوض بهذا الشأن.
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن نحو 95% من مختلف أنواع السيارات والمركبات التجارية حول العالم ستبقى تعمل بالوقود الناتج من النفط الخام حتى عام 2040. واعتبرت أوبك أن استخدام الطاقات المتجددة سيزداد في العقود الآجلة، لكن دورها سيبقى ثانويا في سوق الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة. وتوقعت المنظمة النفطية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.8% حتى عام 2019. أعلنت الصين تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا على أن يبدأ عملياته في الساعات الأولى من صباح العام المقبل. التأسيس يأتي بعد مصادقة 17 عضوا مؤسسا يمثلون ما يزيد عن 50% من رأس المال المساهم به. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ اقترح تأسيس البنك قبل أقل من عامين لتنجح البلاد في إنجازه في مدة قياسية. تحتاج الصين لاستثمارات صديقة للبيئة لا تقل قيمتها عن 308 مليارات دولار كل عام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وقد يكون هذا التخضير متحفظا بحسب خبراء مصرفيين. وتبذل الصين جهودا مضنية لاحتواء تداعيات النمو الصناعي السريع على البيئة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ولا يزال الضباب الكثيف يغطي مدنا رئيسية من حين لآخر ومن بينها العاصمة بكين. وافق البرلمان الأوكراني على ميزانية العام المقبل بناء على إملاءات صندوق النقد الدولي التي تقر سلسلة سياسات أبرزها خفض الضرائب على أرباب العمل وزيادة الضرائب على المداخيل. ويقدم صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 17 مليارا ونصف المليار دولار مقابل الالتزام بهذه الإملاءات، فيما تعاني البلاد تراجعا في الواردات المالية بسبب عدم استقرار تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا. في الخبر الأخير، تفوقت المبيعات العالمية لشركة تويوتا على مبيعات فولكسفاجن للشهر الخامس على التوالي، ما يضع الشركة اليابانية في صدارة شركات صناعة الطيران في العالم للعام الحالي، لا سيما بعد فضيحة انبعاثات الديزل في الشركة الألمانية. وأعلنت تويوتا أن مبيعات المجموعة بلغت 9,200,000 مركبة خلال العام الماضي الذي شهد تفوقا لمبيعاتها بشكل مستمر على مبيعات فولكسفاجن منذ شهر تموز يوليو الماضي. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي مجددا كالعادة عند 5:30 إلى 5 دقائق مع المزيد من أخبار الاقتصاد. عودة لك دينا. شكرا لك عبد الله. في نافذة على جنوب أفريقيا نضيء على قبائل زولو التي تعد من أكبر قبائل أفريقيا، إذ ينتشر أبناؤها في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، ويقدر عددهم بعشرة ملايين فرد، وهم مقاتلون أشداء شاركوا في محاربة نظام التمييز العنصري. ناصر الأحم. الزولو أكبر قبائل أفريقيا، أبناؤها العشرة ملايين ينتشرون على مساحة واسعة من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق. قبائل جلهم مقاتلون أشداء مدربون جيدا على القتال بوحشية ضارية وانضباط حديدي. إلى جانب رقصاتهم فإن لشبان الزولو مبادئهم، وهم يؤمنون بالتحرر ويتضامنون مع المناضلين والقضايا الوطنية. المستوطنات ستكون لفائدة الفلسطينيين، ونحن نعلم أن ما تقوم به إسرائيل خاطئ، لأنها لا تتحدى حركات تضامن وحدها بل تتحدى حكومة العالم. هم مع فلسطين أيضا وضد الاحتلال الإسرائيلي، يعبرون عن دعمهم لها بالزغاريد وصيحات الحرب القبائلية. هنا يحمى وطيس الإيقاع وتلعلع صيحات التحدي. رايات مقاومة تجاوزت حدود بلادها لتصل إلى قلب إفريقيا.
حزب الله فلان. مقاومة إسرائيل. المقاومة على حق، هم لا يهاجمون إنما يدافعون عن أنفسهم فقط. نحن نتابع قناة الميادين عبر تويتر وفيسبوك طوال الوقت. بين فلسطين وجنوب إفريقيا تختصر المسافات، فبينهما تاريخ مشترك ونضال طويل ضد المستعمر أو المستوطن. ناصر اللحام من وسط أبناء قبائل الزولو بريتوريا الميادين. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة أمان مهنا. أمان مساء الخير. مساء الخير دينا. تفضل. شكرا. أهلا بكم. الحبس الاحتياطي هو العقوبة التي أنزلت بنائب رئيس فيفا السابق أوخينيو فيغريدو. محكمة مكافحة الجريمة المنظمة في أوروغواي اتهمت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق بالتورط في جرائم اغتيال وغسيل أموال. قرار المحكمة صدر بعد ساعات على وصول فيغريدو إلى مونتيفيديو قادما من مدريد. المدعي العام قال إن شهادة الأوروغواياني كانت واضحة وشجاعة للغاية، فهو أقر بتلقي مبالغ كبيرة منذ سنوات عديدة وضلوعه بعدة عمليات فساد. فجأة عادت بعثة المنتخب الأولمبي السوري إلى دمشق بعدما ألغي معسكره في الإمارات خلال 12 ساعة بحجة وجود خطأ في إجراءات إصدار التأشيرة. وافق الاتحاد البحريني على استضافة نسور قاسيون 9 أيام قبل السفر إلى قطر، حيث يشاركون في نهائيات كأس الأمم الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل. وتقدم اتحاد الكرة السوري بشكوى إلى نظيره الدولي، واتصل رئيس الاتحاد صلاح الدين رمضان برئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الخليفة الذي وعد بالتدخل وإيجاد حل للقضية. الهلال يثبت علو كعبه في ديربي الرياض بفوزه على جاره النصر في المرحلة السابعة المؤجلة من الدوري السعودي. الزعيم تقدم بهدف سالم الدوسري فرد عليه محمد السهلاوي أواخر الشوط الأول. فرض الفريق الضيف إيقاعه في الشوط الثاني فسجل له البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الفوز في الدقيقة 72. الهلال حقق فوزه الثاني على العالمي هذا الموسم، حيث تغلب عليه سابقا في كأس السوبر السعودي. رفع رصيده إلى 33 نقطة متخلفا فارق الأهداف فقط عن الأهلي المتصدر. أما النصر فيملك 18 نقطة في المركز السادس. بقوة ضرب النجم الساحلي أمام الترجي وحسم لقاء القمة بثلاثية في المرحلة 11 من الدوري التونسي. حمزة الأحمر سجل ثنائية خلال 5 دقائق في الشوط الأول، وتكفل أحمد العكيشي بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض. النجم الرياضي رفع رصيده إلى 28 وانتزع الصدارة بفارق الأهداف فقط على النادي الرياضي الصفاقسي وبفارق نقطة عن الترجي المتصدر السابق. بيب غوارديولا يريد تدريب مانشستر يونايتد لا جاره السيتي. خبر كشفته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية نقلا عن مقربين من المدرب الإسباني. مصدر الصحيفة أبلغها أن مدرب بايرن ميونخ يهتم بالأندية العريقة وهو ما يراه موجودا في يونايتد. مفاجأة ديلي ستار ستشكل ضربة موجعة لمانشستر سيتي الساعي بقوة للتعاقد مع المدرب الشاب، حيث كشفت الصحف الألمانية أن رئيس نادي السيتي خلدون مبارك على استعداد أن يدفع 24 مليون يورو لغوارديولا كراتب سنوي ليكون بذلك المدرب الأعلى دخلا في العالم.
ريال مدريد يدخل على خط التعاقد مع الجزائري رياض محرز. صحيفة الموندو ديبورتيفو كشفت أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يضع نصب عينيه التعاقد مع مهاجم ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية. الصحيفة أشارت إلى أن الصفقة قد تكلف خزينة الميرينجي 40 مليون يورو، علما أن ليستر استقدمه من لوهافر الفرنسي مقابل مليون يورو فقط. ابن 24 عاما يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، كما صنع 7 أهداف. الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف بطل العالم أليكسي لوفتشيف بعد سقوطه في اختبار للمنشطات والرباع الروسي يرد. الاتحاد أعلن أن العينة الأولى لابن 26 عاما ظهرت فيها آثار لمادة محظورة. حامل الرقم القياسي العالمي لوزن 105 كيلوغرامات قال إن المشكلة تحمل دوافع سياسية، وشبه ما حصل معه بما يحدث حاليا ضد الرياضة الروسية. لوفتشيف أكد أنه لن يستسلم، وأعلن أنه سيتخذ كافة الخطوات الضرورية على صعيد مكافحة المنشطات لإظهار أنه غير مذنب، بما في ذلك فحص العينة الثانية. مع هذا الخبر نختم الموجز الرياضي، وعودة لك دينا. شكرا لك أمان، والآن إلى الماضي الحاضر. والآن إلى العناوين. لافروف يدعو إلى انضمام أوسع لأطياف المعارضة لمحادثات جنيف، والعطية يعترض على تصنيف قوائم الإرهابيين قبل بديها. تحذيرات لإخلاء مسلحي داعش والنصرة مع عائلاتهم من أحياء دمشق الجنوبية. العبادي يقول أن القوات العراقية ستتحرك لاستعادة الموصل بمجرد الانتهاء من تحرير الرمادي. الجيش اليمني والهجان يتقدمون في الجوف، يعلنون محاصرة ضباط سعوديين وإماراتيين. واحتفالات في العالم العربي والإسلامي بعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف. للمزيد زوروا الميادين.net والميادين الإسبانية لمتابعينا باللغة الإسبانية، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ختاما إلى اللقاء.